السلام عليكم، نسينا معاكم النهارده نشرح دراسات اجتماعية درس التاريخ. في بنات معايا؟ اقفلوا الكاميرا. بنات اقفلوا الكاميرا. يا بنات اقفلوا الكاميرا. سامعين الصوت؟ لو حد سمع الصوت يعرفني ان الصوت شغال علشان ابدا الدرس. افتحوا المايك وعرفوني الصوت شغال ولا لا. شغال يا ميس. تمام. النهارده هنبدا درسنا الاول في الوحده الثانيه صفحه 32 الوحده الرابعه. الدرس الاول الحياه السياسيه صفحه 32. فتحتوه؟ طيب النهارده باذن الله هناخد نظام الحكم في مصر القديمه. فيجي عندنا دلوقتي احنا لما خدنا الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه، عرفنا ان في اول حاجه فرعون، وان الدوله ما ينفعش تتعمل غير لما يبقى في فرعون وفي ملك وفي حاجات كتير، ولازم يبقى في نظام حكم امشي عليه علشان البلد تبقى ايه تحت ادارتي. يبقى علشان اوحد البلاد لازم يبقى عندي نظام حكم علشان اقدر اديرها. طيب انا النهارده وحدت البلاد وبقى عندي ملك، طيب هو الملك هيشيل لوحده؟ لازم يبقى معاه مجموعه تانية من الناس هيساعدوه، زي الوزير مثلا اهو، والحكومة المركزية وحكام الأقاليم والجيش. ده نظام الحكم في مصر القديمة. هيبتدي بمين؟ الفرعون على رأس الهرم، بعد كده الوزير، بعد كده الحكومة المركزية، بعد كده حكام الأقاليم، بعد كده الجيش. طيب أول حد عندنا هو الفرعون. الفرعون كان إيه مهمته؟ أو هو مين الفرعون أصلاً؟ كان المصريين القدماء بيعتقدوا إن الفرعون هو ابن الإله على الأرض. هما كانوا بياخدوا إله ليهم وبيعتبروا إن الفرعون ده ابنه. طبعًا هما ما كانش عندهم التوحيد أو عندهم ربنا يعني. فكانوا بياخدوا إله بيعبدوه ويقولوا عن الفرعون ده ابنه. طيب، الفرعون ده أكبر حد في الدولة في مصر القديمة. طبيعي إن هيبقى كل السلطات هتبقى في يده، يبقى الفرعون تتركز في يده كل السلطات. طيب. الفرعون يقفل الصوت. أهم مسؤولياته أو الفرعون أهم مسؤولياته نيجي كده عندك، إحنا قلنا الفرعون بيعتبروه إيه؟ ابن الإله على الأرض، دي أول حاجة. طيب وتاني حاجة تتركز في يده كل السلطات. بعد كده إيه مسؤولياته أو إيه مهامه؟ أول حاجة إن هو اللي هيدير شؤون البلاد، هو الأكبر حد في الدولة فهو اللي هيدير شؤون البلاد. طب لو جه حد بيهاجمني أو عايز ياخد الدولة بتاعتي، مين اللي هيدافع عني؟ الفرعون، زي ما أحمس طرد الهكسوس. كان أحمس ده إيه؟ الملك، وهو اللي دافع أو قاد الجيش ضد الهكسوس. يبقى هو أول حاجة عنده هي إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها. مين هيحقق لي العدل؟ مين لما يجي حد يظلم لي اروح له ويحقق لي العدل ما بيني وما بينه؟ برضه الفرعون. والحفاظ كمان على حقوقي، هو ما يضيعليش حقوقي، بالعكس يحفظها لي. وكمان كان في معابد كتيره خدناها، ان الملكه حتشبسوت بنت معبد كذا، والملك رمسيس بنى معبد كذا، والملوك كتير بنت معابد. طيب المعابد دي عملوها ليه؟ ايه السبب من ان انا ابني معابد؟ إقامة الشعائر الدينية. أنا بروح أتعبد زي ما أنا مثلا مسلمة، أروح أنا في الجامع وأسجد وأصلي وأتعبد لربنا. هم كمان كانوا بياخدوا من المعابد دي أماكن لإقامة الشعائر الدينية. دي أول حد عندي وهو الفرعون. طيب نسأل كده، افتحوا المايك عشان هسأل. أيوة ميس. ماشي. الفرعون كانوا بيعتبروه نقط على الأرض. أكمل. كانوا بيعتبروا الإله تقريبا؟ لا، ابن الإله مش الإله، ابن الإله.
ابن الإله. طيب كانت بتتركز في يده كل السلطات. جدعين جدعين. طيب أهم مسؤولياته حد يعرف يقولها لي؟ أنا. طيب اتفضلي. ها يا ولاد. لسه حضرتك قفلت الكاميرا دي كانت فيها الكتاب. طب انا هفتحها تاني بس جاوبوا يلا. ايه اهم مسؤوليات الملك او الفرعون؟ إدارة شؤون البلاد والدفاع عنها. جدع. ايه تاني واحدة؟ تحقيق. تحقيق العدالة بين الناس والحفاظ على حقوقهم. جدع. طب وبناء المعابد كانوا بيبنوا المعابد ليه؟ لإقامة الشعائر الدينية. جدعين جدعين. طب يلا بعد كده هناخد تاني حاجة، واحنا قلنا ان الفرعون هو اللي هيدير شؤون البلاد لوحده، هو بس اللي هيقعد يحكم ويعمل كل حاجة في البلد ولا هيحتاج حد يساعده؟ هيحتاج حد يساعده. هيجي مين يساعده؟ الوزير. مين يساعده؟ الوزير. طيب مين هيعين الوزير؟ هو الوزير جاي يساعد مين؟ الملك. يبقى مين اللي هيعينه؟ الفرعون. فرعون. مين بيعين الوزير؟ الفرعون. يبقى الملك بيعين مين؟ الوزير. طيب بيعينه ليه؟ انا هعين الوزير ليه؟ لإدارة شؤون البلاد وعلشان يرأس الحكومة المركزية. يبقى الوزير هيجي علشان يساعد الملك في إدارة شؤون البلاد، وبعد كده كمان هيرأس الحكومة المركزية. تمام؟ يلا نكمل بقى. طيب الوزير قلنا هيرأس الحكومة المركزية، يبقى أنا كمان هجيب إيه يساعد الوزير؟ ها؟ الحكومة المركزية. أيوه بالظبط، أنا هجيب حكومة مركزية تساعد الوزير، هتساعده في حكم البلاد. طيب يبقى أنا إيه مهمة الحكومة المركزية؟ معاونة الوزير في حكم البلاد. معاونة الإيه؟ الوزير في حكم البلاد. جدعين. طيب الحكومة المركزية كانت زمان بتتقسم إلى إدارات. بتتقسم لإيه؟ إدارات. أول إدارة عندي اسمها إدارة الزراعة، تاني إدارة إدارة الصناعة، تالت إدارة إدارة التجارة. طيب إدارة الزراعة دلوقتي أنا في حاجة عندي اسمها إدارة زراعة؟ لا لا. أيوة دلوقتي بقى اسمها وزارة الزراعة. دلوقتي بقى اسمها إيه؟ وزارة الزراعة. زمان كان اسمها ايه؟ إدارة الزراعة. ودلوقتي وزارة الزراعة. وزارة الزراعة. وزمان كان برضو اسمها إدارة الصناعة، ودلوقتي اسمها وزارة الصناعة. وزارة الصناعة. خلاص؟ يبقى مين بيعين الوزير؟ الفرعون. الملك. جدعين جدعين. طيب مين بيرأس الحكومة المركزية؟ الوزير. الوزير. جدعين. طب إدارة الصناعة بيقابلها إيه دلوقتي؟ وزارة الصناعة. جدعين جدعين. طيب هي الحكومة المركزية هي البلد جزء صغير ولا جزء كبير قوي؟ واخدة جزء كبير قوي. جزء كبير قوي. طيب هي حكومة واحدة هتقدر تكفي على المنطقة الكبيرة قوي دي كلها؟ لا. يبقى هيجي بعديها حكام الأقاليم. حكام الإيه؟ الأقاليم. حكام الأقاليم دول مين اللي هيعينهم؟ الحكومة المركزية هتجيبهم وتعينهم بقى كحكام أقاليم. كل واحد هيبقى، كل إقليم هيبقى ليه حاكم. كل إقليم هيبقى إيه؟ ليه حاكم. طيب ليه حاكم. أنا دلوقتي عندي محافظات، محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية ومحافظة الجيزة، وكل محافظة ليها محافظ. هما زمان برضو كانوا كده، كل منطقة أو كل إقليم ليه حاكم. يبقى حاكم الإقليم زمان دلوقتي اسمه إيه؟ المحافظ. دلوقتي حاكم المحافظة واللي هو اسمه إيه؟ المحافظ. اسمه الإيه؟ المحافظ. يبقى حاكم الإقليم. نعم. الدرس ده اسمه إيه؟ الدرس ده اسمه إيه؟ الحياة السياسية ونظام الحكم، الوحدة الرابعة في التاريخ. تمام؟ طيب
انا دلوقتي قلت حكام الاقاليم، ده كان زمان، اما دلوقتي في حاجه اسمها عندي حاكم اقليم، لا لا بقى اسمه ايه؟ المحافظ. المحافظ. تدعيم. طيب المحافظ ده انا هجيبه، او حاكم الاقليم زمان كان بيعمل ايه يعني؟ ليه اجيب حاكم اقليم او ليه اجيب محافظ؟ هيعمل لي ايه؟ قال لي لا، هيعمل اول حاجه ان هو يراعي لي شؤون الاقليم. انا لو محتاج حاجه في الاقليم اروح لمين؟ للمحافظ. لو محتاج ميه المحافظ او نور مين اللي يدخلهم لي؟ المحافظ المحافظ، يبقى المحافظ هيراعي شؤون الاقليم وتوفير الخدمات، دي تاني حاجه، توفير الخدمات لسكانها وحفظ الامن. انا لو حد جه سرقني او جه حد بيهدد امني اروح لمين اشكي له؟ المحافظ اللي هو حاكم الاقليم زمان، اللي هو حاكم الايه؟ الاقليم الإقليم زمان. تمام. حلو قوي. وزاره اداره التجاره بيقابلها ايه؟ وزارة التجارة. جدعين. طيب حاكم الاقليم قديما يطلق عليه الان اسم ايه؟ المحافظ. جدعين. ايه مهامه؟ المحافظ ايه مهامه ولا مسؤولياته؟ الأمن، مراعاة الامن، شؤون مراعاة الأمن، شؤون الإقليم، توفير تخدير، الخدمات الامن. لسكانها، حفظ جدعين. الأمن. طيب حلو قوي. طب انا دلوقتي لو جه حد يهددني وجاي عايز ياخد البلد بتاعتي زي مصر مثلا، حد عايز ياخد مصر مني، مين يدافع عني؟ المحافظ. الجيش. الجيش. وعلى رأسه مين؟ مين اللي هيقود الجيش؟ حكام الإقليم. مين اللي هيقود الجيش؟ حكام الأقاليم هم اللي بيقودوا الجيش؟ الفرعون. الفرعون. أيوة كده، يبقى اللي بيقود الجيش الفرعون. طيب مين بقى؟ الفرعون ما يطلعش لوحده، مين اللي هيساعده؟ الجيش. مين اللي هيساعده؟ الجيش. الجيش. يبقى آخر حاجة عندي في نظام الحكم اللي هي الجيش. طيب أنا بعد ما وحدت البلاد وخلاص ابتديت أقعد في البلد من غير ما يبقى عندي هكسوس ولا عندي أعداء ولا حد يجي ياخد مني البلد، وخلاص أنا كحاكم بقى هقعد في البلد، لازم أهتم بأمور البلد. طيب أنا أول حاجة لازم أنا أهتم بيها الجيش، علشان بلدي تفضل مطمئنة وفي أمان لازم يبقى عندي جيش قوي، علشان أي حد هيجي ياخد البلد الجيش يتصد له. أنا دلوقتي ههتم بالجيش وأسلحه. طب أنا لما أهتم بالجيش ههتم بيه ليه يا ترى؟ مش عشان يدافع عني ويحمي البلاد؟ ويحافظ عليها؟ يبقى حماية البلاد والحفاظ عليها والدفاع عنها ضد المعتدين. تمام؟ يبقى إيه مهمة تمام. الجيش؟ إيه مهمة الجيش؟ حماية البلاد حماية البلاد والحفاظ والحفاظ على على أهلها وحدتها وأمنها وأمنها واستقرارها واستقرارها والدفاع والدفاع عنها عنها ضد ضد أي المعتدين. معتدين. حلو قوي. طيب انا دلوقتي الجيش مين اكتر ناس اهتمت؟ مين الملوك اللي انا خدتها في الدوله الوسطى والدوله الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه، مين اكتر الملوك اللي اهتمت بالجيش؟ أحمس، الملك أحمس وتحتمس حطمس الثاني ورمسيس حطمس الثالث رمسيس الثاني. ثلاث ملوك بالظبط، اولهم الملك احمس، الثاني حطمس الثالث، الملك رمسيس الثاني. دول رمسيس ثلاث ملوك الثاني اهتموا بالايه؟ بالجيش. طيب بالجيش. هو الجيش بيروح يحارب بايده؟ لا لا لازم لا يبقى معاه ادوات، صح ولا لا؟ يبقى لازم يبقى معاه ادوات واسلحه. زي ايه؟ زي الفؤوس والسيوف والخناجر والسهام. يبقى معاه كم اداه او كم سلاح؟ أربعة. كم اداه وكم سلاح؟ اربعه. اولهم أربعة. الفؤوس، السيوف، فؤوس، الخناجر، سيوف، السهام. خناجر. تنفع تكتبوهم عندكم؟ يلا. نسي صفحة كام؟ صفحة 33. اكتبوا فؤوس. كتبتهم. جدع. كتبتهم. جدع. طب يلا نسأل كام سؤال قبل ما ننقل على الدرس الثاني. يلا يلا. كان الملك نقط، يعني كان الملك يعين نقط ليساعده في إدارة شؤون البلاد. الوزير. جدع. الوزير. كان الوزير في مصر القديمة يرأس نقط الحكومة المركزية. المركزية. جدعين. إدارة التجارة يقابلها حاليا وزارة التجارة.
جدعين. تركزت جميع السلطات في مصر القديمة في يد الفرعون. جدعين. بناء المعابد لإقامة الشعائر الدينية من واجبات الفرعون. جدع. إدارة الصناعة في مصر قديما يقابلها حاليا وزارة إدارة الصناعة. وزارة الإيه؟ جدعين. تساعد الحكومة نقط في إدارة شؤون البلاد في مصر القديمة. مركزية. حكومة مركزية. جدعين. طيب يلا بقى ننقل على الدرس الثاني. أنا كده خدت الحياة السياسية صح؟ آه. وأنا كل حياتي في الدولة سياسة؟ لا نخش احنا شهر ايه؟ احنا في شهر ايه بنصوم فيه؟ رمضان. اه يبقى في عندنا عبادة او ديانة صح ولا لا؟ صح. طيب هما المصريين القدماء كان عندهم اديان؟ اه كان عندهم اديان، بس هما كانوا بيختلفوا في اديانهم عننا. احنا دلوقتي بنعبد مين؟ ربنا صح ولا لا؟ اه هما كانوا زمان بيعبدوا آلهة. بيعبدوا إيه؟ آلهة. طيب الآلهة دي كان كل إقليم بياخد معبود ليه، يعني هما مش كلهم عارفين معبود واحد، ما كانش عندهم إله واحد، لا ده كل إقليم كان ليه معبود، أي حاجة يحبها أو عايزها يعبدها خلاص. فكانوا بياخدوا معبودهم من الطبيعة، كانوا بياخدوا معبوداتهم من إيه؟ من الطبيعة. اه ممكن من الطبيعة. كان ليه معبود خاص بيه، يبقى أول حاجة كان كل إقليم ليه إيه؟ معبود خاص بيه. واتخذوا معبودهم منين؟ طبيعة. برافو. طيب فبعضهم خد الصقر، اللي عبد الصقر، واللي عبد العجل، واللي عبد بعد كده الآلهة، عمل صنم كده وقعد يعبده. يبقى هما كانوا متفقين على إله واحد؟ لا. كان كل اقليم ليه ايه؟ اله. اله او معبود خاص بيه. طب خدوا الالهه بتاعتهم او معبوداتهم دي خدوها منين؟ من الطبيعه. فزي ايه مثلا خدوها من الطبيعه؟ الصقر والعجل وعبدوا الالهه. بعد كده بقى عبدوا الالهه. طيب هما يعبدوها في الشارع؟ لا. كان من واجبات الفرعون ايه؟ إقامة المعابد. لا. الضخمة. إقامة المعابد للتعبد وإقامة الشعائر الدينية صح ولا لأ؟ يبقى هما هيعملوا المعابد دي علشان يعبدوا إيه؟ الآلهة. هيعبدوا الإيه؟ الآلهة. هيعبدوها في الآلهة. في المعابد. طيب وهيقدموا ليها القرابين، كانوا بيروحوا كده يجيبوا أكل وشرب ويقدموها للقرابين بتاعتهم، الآلهة بتاعتهم اللي هما بيعبدوها. طيب مين اللي بيخدم الآلهة؟ مين اللي قاعد مع الآلهة وبيخدمها؟ مين اللي بينظف المكان؟ مين اللي بياخد القرابين دي؟ مين اللي بيدخل الناس للصلاة؟ مين بيعلمهم الصلاة للآلهة بتاعتهم؟ الكهنة. يبقى قام الكهنة، عاملة عليها دايرة دي في الآخر، قام الكهنة على خدمتهم. يبقى مين كان بيخدم الآلهة؟ الكهنة. الكهنة. طب هم اتخذوا معبوداتهم منين؟ الطبيعة. من الطبيعة. من الطبيعة. كل إقليم كان مصر موحدة إله واحد؟ لا. 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 كان كل إقليم ليه معبود خاص. إقليم له معبود. طيب الآلهة عندي اهي، الإله آمون، تحوت، خنون، شايفينهم؟ انتوا فاتحين الكتاب صفحة 34. طيب ينفع ان انا كل شويه يبقى عندي اله كده وكل مكان يبقى بيعبد اله كده لوحده؟ لا. لا ما ينفعش كده، الناس تتوه ويبقى العبادات كتير. طيب ما تيجوا في واحد كده ملك قال تعالوا بقى نوحد الالهه دي في اله واحد، نوحد الالهه في ايه؟ في اله واحد. دعا الى التوحيد. مين اللي دعا الى التوحيد؟ الملك امنحتب الرابع. امنحتب الايه؟ الرابع. دعا لإيه أمنحتب الرابع ده؟ إلى التوحيد. إلى توحيد الآلهة. إلى توحيد الإيه؟ الآلهة. الآلهة. وهو كان من ملوك الدولة الحديثة، كان من ملوك إيه؟ الدولة الحديثة. الدولة الحديثة. إيه الإله مثلا اللي إحنا يعني أنت قلت لي أوحد الآلهة، إيه الإله اللي أنت عايزنا أعبده يعني؟
قال لي إله آتون. الإله إيه؟ آتون. آتون. طيب إيه الإله آتون ده؟ إحنا شايفين آمون أهو كحد كتمثال قدامنا، وتحط برضو وخانون برضو، وكنت بعبد الصقر والعدل شايفهم. أنا أشوف الإله آتون بتاعك ده إزاي؟ قال لي شايف قرص الشمس اللي بيطلع اللي بيطلع كل يوم. احنا هناخده اسمه الاله اتون. يبقى الاله ايه؟ اتون. يبقى الاله اتون ده ايه؟ قرص الشمس. يبقى بيرمز ليه بقرص ايه؟ الشمس. طيب وغير اسمه، هو الملك اللي دعا للتوحيد كان اسمه ايه؟ كان اسمه الملك ايه؟ امنحته بالرابع. امنحته بالرابع ده غير اسمه بقى، وقال لك انا من بعد ما هعبد الاله اتون هيبقى اسمي اخناتون. هيبقى اسمي ايه؟ اخناتون. يبقى الملك امنحته بالرابع غير اسمه من امنحته بالرابع لايه؟ لاخناتون. دعا لعبادة ايه؟ اتون. اله اتون. الاله اتون اللي هو بيرمز ليه بايه؟ بقرص الشمس. جدعين جدعين، اللي هو بيرمز ليه بقرص الشمس. طيب قال لي بعد كده انا لازم أن يبقى لي عاصمه جديده، مش انا عملت اله جديد وغيرت اسمي؟ لازم أن يبقى كمان لي عاصمه جديده في البلاد. اسم العاصمه اخيتاتون. ايه؟ اخيتاتون. اسم العاصمه اخيتاتون. ايه؟ اخيتاتون. ودي تعتبر اول ثوره دينيه في التاريخ، لتكون مصر وفرعونها اول من دعا للتوحيد. اول ملك او فرعون يجي يدعو لاله واحد هو الاله. الملك مين؟ امنحته بالرابع. امنحته بالايه؟ اخناتون. يبقى اول ثوره دينيه في التاريخ تمت في عهد مين؟ الملك امنحته الرابع اخناتون. الرابع اللي غير اسمه لايه؟ اخناتون. ودعا لعبادة الإله إيه؟ آتون. واتخذ من إيه عاصمة له؟ أخيتاتون. جدع جدع، برافو. طيب بعد كده أنا دلوقتي خلصت التوحيد، هيجي حاجة كمان كده بيقول لي البعث والخلود. البعث والإيه؟ والخلود. البعث والخلود. ميس هي دي صفحة كام؟ 35. 35. البعث والخلود. انا دلوقتي بعبد اله وهيجي عليا وقت واموت، صح ولا لا؟ مش كلنا بنموت؟ المصريين القدماء بقى قالوا لنفسهم ان احنا هنموت زي ما الناس كلها بتموت، صح ولا لا؟ صح. بس احنا هيجي علينا وقت تاني ونصحى. يبقى هم كانوا هيموتوا ايه وهيصحوا، بس بعد ما يصحوا قالوا ان هما مش هيموتوا تاني خالص. يبقى هما اعتقد المصريين ان الانسان سيبعث ايه مرة اخرى، يعني هيموت وبعد كده يصحى وبعد كده مش هيموت بقى تاني خالص، هيقعد طول حياته مش هيموت فيها. طيب فعلشان كده عملوا لنفسهم مقابل كبيرة جدا زي الاهرامات اللي كان عاملها خوفو وخفرع ومنقرع، لما عملوها اهرامات كبيرة قوي علشان ايه يدفنوا فيها، وكانوا بيحطوا فيها الطعام والادوات والذهب وكل حاجه تبعهم، علشان هم بيعتقدوا ان هم لما هيقوموا تاني هيستمتعوا بالحاجات دي. يبقى هم كانوا بيعتقدوا في ايه؟ في البعث والخلود. والخلود. يبقى كانوا بيعتقدوا بايه؟ في البعث والخلود. عشان كده بنوا الايه؟ الأهرام. المقابر. وحطوا الأهرام. فيها ايه؟ المقابر. وضعوا فيها ايه؟ الطعام والأدوات التي علشان لما يصحى مرة ثانية يبتدي ايه يستخدمها. طيب يبقى هم اهتموا ببناء القبور لدفن موتاهم، واشتهروا بتحنيط الجثث. طب انا هموت مش الدود هياكلني؟ ازاي هصحى تاني من غير ما يبقى جسمي سليم؟ مش لازم يبقى جسمي سليم عشان اقدر البس تاني واعيش حياتي تاني واتحرك تاني؟ ايوه. طيب هما لما يموتوا هيفضلوا جسمهم سليم؟ لا لا. طب هما بقى عملوا حاجه جميله خالص علشان يحفظوا جثث موتاهم ويخلوها زي ما هي، علشان لما يصحوا تاني
يبقوا ايه جسمهم سليم ويقدروا يتحركوا ويشربوا وياكلوا ويتمتعوا تاني بحياتهم. طب عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها التحنيط. عملوا حاجه اسمها ايه؟ التحنيط. التحنيط ده لحفظ جثث موتاهم لتظل سليمه لفترات طويله، يعني مهما مات جسمه يفضل زي ما هو. تمام؟ وهيحطوا موتاهم دول فين؟ في القبور اللي بنوها، اللي هي المعابد. تمام يا ولاد؟ يبقى البعث والخلود، المصريين اعتقدوا بالايه؟ بالبعث مره اخرى. بالبعث والخلود. بالبعث والخلود. ان الانسان هيموت وهيرجع يبعث مره اخرى، وبعد كده مش هيموت تاني، هيتمتع بحياته الخلود. علشان كده حطوا مع الميت، عشان كده حطوا مع الميت الطعام والادوات اللي هيستخدمها مره اخرى لما يصحى. طيب هما بيسيبوا الجثث كده في الهواء ولا عاملين لها معابد مخصوصه ومقابر مخصوصه؟ عاملين لهم معابد مخصوصه ومقابر مخصوصه. عاملين لهم معابد ومقابر، المقابر دي بتخص الملك مخصوصه علشان الملك يوضع فيها ويوضع معاه الطعام والادوات. طيب المعابد بقى علشان اول، احنا مثلا لما في حد بيجي عندنا يموت بنصلي عليه الاول في الجامع، صح ولا لا؟ اسمها صلاه الجنازه، صح ولا لا؟ هم كمان كان عندهم كده، بس هم كان عندهم حاجه تانية، كان عندهم حاجه اسمها المعابد بيودوا فيها الميت علشان يقيموا عليه الشعائر الدينيه. كانوا بيقيموا عليه الايه؟ الشعائر الدينيه. برافو. يبقى انا دلوقتي المصري القديم اعتقد بالايه؟ بالبعث والخلود. حلو قوي. كان بيحط ايه في المقابر مع الميت؟ الطعام والادوات. طب هم علشان يحفظوا جثث موتاهم عملوا عمليه، عمليه ايه؟ التحنيط. الايه؟ التحنيط. التحنيط. يعني ايه تحنيط؟ حفظ جثمان الموتى لتظل سليمه لفترات طويله. عرفنا يعني ايه تحنيط؟ ايوه. طيب حلو قوي. والمعابد كانوا بيعملوا ايه المعابد دي ليه؟ لإقامة الشعائر الدينية على الإيه؟ على الميت. برافو يا ولاد. آخر حاجة عندنا هي الاعتقاد في الثواب والعقاب. إحنا طبعًا لما هنموت هنطلع فوق في السماء ونبتدي نتحاسب. طيب إحنا لما نتحاسب مش في مننا هيدخل النار وفي مننا هيدخل الجنة؟ أيوه. طيب هو المصري القديم هيموت ويصحى كده من غير ما يتحاسب؟ لا، لازم يتحاسب. هما كمان كانوا عندهم اعتقاد ان هما ايه؟ هيتحاسبوا، فاعتقدوا ان هو عندهم ثواب وعقاب، لو عمل حاجه صح في حياته هياخد ثواب، لو عمل حاجه غلط هياخد ايه؟ عقاب. فاعتقد المصري قديما في الحساب بعد الموت، هو لما يموت هيتحاسب، هيسأل عما فعله في الدنيا، يسأله انت عملت ايه في الدنيا؟ لو كان عمل خير هيلاقي ايه؟ خير، ولو عمل حاجة وحشة هيلاقي ايه؟ الشر او العقاب. يبقى فيجازى صاحب العمل الطيب بالايه؟ ويعاقب السيء بالثواب، ويعاقب المسيء بالايه؟ بالعقاب. خلاص يا ولاد؟ خلاص. حلو قوي. يبقى انا عندي المصريين القدماء كانوا لكل اقليم معبود، صح ولا غلط؟ صح. كانوا بياخدوا معبوداتهم دي منين؟ طبيعة. زي ايه وايه؟ الصخر والعجل. جدعين، برافو. طب بعد كده فضلوا يعبدوا الصخر والعجل دول حياتهم؟ ولا في ناس ثانية خدوا؟ بعد كده عبدوا الإله. خدوا الآلهة اللي أقاموا ليها الإيه؟ المعابد الضخمة. أيوه برافو. طب مين اللي كان بيخدم في المعابد دي؟ الكهنة. طيب أنا كان إيه أمثلة الآلهة؟ حد كده يقول لي ثلاث آلهة ليهم؟ آمون وتحوت وخنون. آمون وتحوت وخنون. برافو برافو. طيب مين اللي دعا للتوحيد؟ إخناتون. إخناتون اللي هو اسمه إيه؟ أمنحتب الرابع. أيوه كده برافو. طب خد من عاصمة، خد من مدينة إيه عاصمة له؟ أخيتاتون. برافو. خد إيه الإله اللي دعا ليه؟ أتون. اللي هو بيتمثل في ايه؟ قرص الشمس.
برافو برافو. طيب وهو اول حد قام بثوره سياسيه ولا دينيه ولا اجتماعيه؟ دينيه في التاريخ. طب حلوه قوي. طيب المصريين اعتقدوا بالايه؟ بعث الحلول. البعث والخلود، علشان كده عملوا حاجه اسمها عشان يحفظوا جثث موتاهم، كانت ايه؟ التحنيط. جدعين. طيب والتحنيط ايه هو؟ ايه معنى التحنيط؟ حرص بالزبن اللي بيضحك. ها يعني ايه تحنيط؟ حفظ جثمان الموتى لتظل سليمة لفترات طويلة. جدعين برافو. طيب حلو قوي. طيب أنا دلوقتي عم حفظت الموتى، حطها فين؟ في المقابر. في المقابر. طب هما كانوا بيحطوا جثث الموتى بس في المقابر؟ لا. كانوا والمعابد. بيحطوا معاها إيه؟ كانوا بيحطوا معاها إيه يا ولاد؟ طعام والأدوات. والأدوات. برافو برافو. طيب هما كانوا بيعتقدوا ان في ثواب وعقاب؟ صح. طيب اللي عمل حاجه كويسه، الانسان صاحب العمل الطيب، هياخد ثواب ولا عقاب؟ ثواب. طب واللي والصاحب المسيء او الراجل الملك المسيء؟ عقاب. برافو عليك. حد عايز اي حاجه؟ حد مش فاهم اي جزئيه؟ لا شكرا يا ميس. باي باي.